لا بس يعني الشكل الطبيعي، الشكل الطبيعي يعني الآن مثلا ليش ما صارت هي إمارة مستقلة زي الكويت طلعت دولة؟ بل أنه يقال أنه الإنجليز كانوا يريدون لهذه الإمارة أن تكون مستقلة، لكنه مشايخ تزبير رفضوا هذا العرض أو رفضوا أنه يشتروا بهذا الشكل، ما كان عندهم رؤية أو مستقبلية لتشكيل دولة مثلا. أولا هي ليست عندها مقومات الدولة، لا من حيث المساحة ولا من حيث عدد السكان ولا أيضا من حيث المخاطر اللي تحيط فيه، هذه قضية. القضية الثانية أنا حسب معرفتي أن عندما سلمت بريطانيا القوات العراقية مدينة الزبير جاء وفد منهم للملك عبد العزيز وطلبوا من عنده أن يتدخل، قال والله أنا الآن ما أستطيع أفعل شيء كونها انضمت للعراق خلاص، لكن اللي أقدر عليه سوف أتيكم بتابعيات، ومن أراد أو عزل للسفارة للقنصلية ومرت على أهالي الزبير جميعا، الذي يريد أن يأخذ يحتفظ بالجنسية السعودية. هذه عام 51، خلينا ناخذها واحدة واحدة.